السلام عليكم. مباراة شبيبة القبائل وفيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا، أرجو وضع اللايك والاشتراك في القناة. سيكون مني كل جديد وليستمر معكم بس بدون تقطيع. يستضيف نادي فيتا كلوب الأنغولي نظيره شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال إفريقيا 2023، وتقام المباراة في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من دوري أبطال المجموعات، وتنطلق المباراة عصر اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة، 4:00 بتوقيت مكة المكرمة، 2:00 بتوقيت الجزائر والمغرب. وترتيب المجموعة قبل مباراة شبيبات القبائل وفيتا كلوب الكنغولي، وقبل تلك المباراة يحتل شبيبات القبائل صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين بالفوز في مباراة والتعادل في مباراة، بينما يحتل فريق نادي فيتا كلوب المركز الأخير في المجموعة بلا رصيد بعد أن خسر المباراة الوحيدة التي لعبها حتى الآن، ويتبقى له مواجهة مؤجلة أمام الوداد المغربي الذي شارك في مونديال الأندية مؤخرا. نتمنى التوفيق إن شاء الله لشبيبات القبائل. نرجو وضع اللايك والاشتراك في القناة. استمر معكم بس بدون تقطيع.